طرق تشخيص الحمل المبكر في الإبل. بداية نرجو المتابعة على موقع كاميولا على فيسبوك انستجرام وتويتر، ومن خلال موقع كاميولا على الويب سايت www.camula1.com. ايه أهمية الكشف المبكر على الحمل؟ بداية يساعد على التشخيص المبكر لأسباب مشاكل الحمل، وبالتالي العلاج الناجح وتقليل المسافة أو المدة بين الولادات، وكمان في تنظيم التلقيح بالنسبة للمزارع. طرق التشخيص، أولا بداية بالتشخيص عن طريق الجس واستخدام الألتراساوند، ودي طريقة دقيقة ولكن تحتاج مجهود بالنسبة للطبيب ومجهود على الحيوان. الطريقة الثانية وهي الطريقة التقليدية، وبيستخدم فيها الفحل في التشخيص، وفيها نسبة خطأ تصل إلى 30%. أما الطريقة الأدق وهي استخدام الكشف على هرمون البروجسترون، وهي طريقة دقيقة وسهلة ومريحة بالنسبة للطبيب وما فيش إجهاد على الحيوان. بيستخدم عن طريق جمع عينة من الدم بطرق المعتادة على الأنبوب الأحمر لفصل السيرم عن طريق جهاز الطرد المركزي، وبالتالي استخدامه بالأجهزة لكشف عن الهرمون، والنتيجة الإيجابية بتكون إذا كان معدل هرمون البروجستيرون أكتر من 2.5 نانوغرام لكل ملي. ولكن هناك ملاحظات على النتيجة. أول شيء أن يكون الكشف بعد 14 إلى 20 يوم على الأقل من تاريخ التلقيح أو التنويخ. أن إذا كان هناك في شك في النتيجة في معدل البروجستيرون يرجى الإعادة بعد أسبوع. وآخر حاجة أن معدل البروجسترون بيقل في الأسبوع الأخير من الحمل. شكرا على المتابعة.